الام كود شنو هو؟ انا باش نشرحوا الام كود. الام كود اون فيت خمسه ديال لي زيليم. ليليمون الاول في البوزيشن موتيماتيك داكور، سيتادير هذاك لو سوجي اللي اختاريتي شنو هما المجالات العلميه اللي داخلين فيه، واش داخله فيه لا فيزيك اون بارونتيز لا ميكانيك، واش داخل فيه لي ماتيماتيك، واش داخل فيه لا انفورماتيك. هاد لي سميتو هاد لي بوزيشن موتيماتيك كيكونوا محددين ديجا، كاين كيكونوا في لافيش يعني اللي كتصيفط لكم اوفيسيلمون، كيكونوا تما دوك لي دومين كاملين محددين. فبالتالي كتختار ما بين اني واحد حتى ثلاثه ديال لي دومين اللي زعما برينسيبو في لو سوجي ديال. دونك هذا البوزيشن موتيماتيك بلس لي موكلي، هذوك الكلمات المفتاحيه اللي اساسيه والبعض منها اصلا كتاخذهم لو تيتغ، هذوك هما كتكتبهم خمسه ديال الكلمات دونك 5 مو مع الترجمه ديالهم لونغلي. البوان الثاني هو ما يسمى بالبيبوغرافي كومونتي. دونك الا شفتو سبق لكم شفتو ديجا دي تيز، كتبقى واحد الشابيتر الاول كيتسمى لي تادار، لي شيرشور اللي خدموا على لو ميم سوجي ولا على شي حاجه سيميلار فين وصلوا لحد الان، شنو هو لي تادار يعني فين وصلوا من البدايه ديال انهم كيقلبوا في داك لو سوجي وفي داك لا تيماتيك وفي داك سميتو، شنو لي كونتريبيسيون اللي داروا، شنو لي زيتود اللي داروا، شنو المسائل اللي وصلوا ليها، لي سوليسيون، لي زيكواسيون، اي حاجه توصلوا ليها. فانتما كدير واحد ما يسمى بلا ريغيرش بيبوغرافي، كتاخذوا ما بين 5 حتى 10 ديال لي ريفيرونس، سوا دي تيز سوا دي سيت ويب سوا دي بوبليكاسيون ساينتيفيك. المساله الثالثه هي بروبليماتيك بيان سور، هذا هو سان تي بي او تي بي او باختصار، تقول بان راه عندك واحد تام داخل فيه واحد بيان سور واحد لو سوجي اللي كتختاروا بيان سور تكون اون غلاسيون مع هذا لو تام، بوي في هذا السوجي هذا كتختار واحد لا بروبليماتيك بيان بريسيس، وخلال لو باركور ديال تي بي او كتحاول تجاوب على هذا بروبليماتيك، سيميلاسيون بارتي تيوريك ليكسبيريونس ودا. كاتريامون في لي زوبجيكتيف اهداف ديالكم اللي غادي ترياليزيو بيان سور كجواب على لا بروبليماتيك، و cinquième point et bien fait les références bibliographiques. هادوك لي ريفيرونس بيان سور دي تيز دي دوكيمون داك داك، هادوك كيتكتبوا عندهم واحد لا نورم اللي كيتكتبوا بها بيان سور فيكسي، دونك هادشي راه شرحنا ديجا في لي فورماسيون بريسيدونت.